الوصفة؟ عبد اللهوي حسن، الكاتب العام لجمعية الملاكين الزناتيين بعين حرودة. إذن من جديد شكون اللي كيتحمل المسؤولية؟ كتحمل جميع الجهات المتدخلة في المشروع كتحمل المسؤولية. وعلى رأسهم؟ وعلى رأسهم شركة تهيئة زناتها. شركة تهيئة زناتها. لحقاش حنا وقفنا كنا وقفنا 2013، كنا درنا عدة وقفات وحبسنا وأسسنا واحد الجمعية ديال هاد الملاكين الزناتيين اللي كيترأسها الحاج خريباش، وبقينا في المفاوضات معاهم سنتين وحنا في المفاوضات، وهاد الناس كيعطيونا وعود وصيفطنا للعميل، هذا العميل الجديد صيفطنا لي واحد اللي جا صيفطنا لي واحد الرساله ديال التهنئه المستوى فيه صراحه جديه بالدفع بهذا الملف. كان النوب الاولى كان فيه واحد الدفع صحي، لحقاش كانت واحد الايام تواصليه واعلن في الايام التواصليه لا في دور الصفيح لا الملاكين بين ما كاين بقع ارضيه، ولكن في الاجتماع الاخير ديال 12/2/2015 قال لك ذاك التهيئه ديالكم اللي كانت راه ترفضت. على لسان من؟ على لسان العامل، على العامل لحقاش كانوا مع واحد الاخوان من الجمعيه وداك الشيء، ذاك التصميم راه ما كاينش. وحنا خرجوا جوج تصميمات تهيئه ما كايناش فيهم، لا ما كايناش فيهم البقع ديال الملاكين الزناتيين. وكاين واحد النقطة الثانية وهما أصحاب المستودعات والمحلات التجارية. هذوك الناس هما متضررين، لحقاش هذاك الإنسان ماشي عليه الأرض. وماشي ليه اسمو داك الرزق ديالو من كيدخلوا وداك الشيء، وحنا كنطالبهم حتى هما باش يدمجوا كباقي الوحدات الصناعيه في الحي الصناعي بالمنطقه. وواحد القضيه نبهوا لها الناس المسؤولين على اعمه من محاكم ومن كل شيء، وهو هاد الزناتيين واحد النسبه ضئيله اللي عندها فوق هكتار والفوق، الاكثريه ديال الناس عنده 1000 متر، كاين اللي عنده 500 متر. كيقول لك هاد الناس لا تخلص وسير في حالك، فين غادي يمشيو هاد الناس؟ اش غيشري بهذيك 20 مليون ولا 15 مليون؟ اش غيشري بها؟ واش فهمتي؟ ولهذا كنطالبوا الجهات المسؤوله على هذا المشروع باش تفتح حوار من جديد ويكون ببروتوكول او من حوار جهات طبعا. لحقاش هما دائما كيتهربوا لنا من البروتوكولات. كيعطونا وعود بالفم، ملي كنقول لهم بروتوكول كيتهربوا لنا من البروتوكولات. لهذا كنطالبوا من الجهات المسؤوله على المشروع باش دير حوار جاد. وما تبقاش تسير هذا الملف سريع كما قال لنا رئيس سريع سريع. وهما كنحملوهم المسؤوليه ديال تعطيل هذه المدينه الجديده، وهما كنحملوهم ماشي حنا اللي معطلين المشروع، هما اللي معطلين المشروع. يبقى الوضع بحال هكا، شنو غديروا؟ اش غديروا مستقبلا؟ غادي في الوقفات، غنبقاو غادي في الوقفات، وغتكون مسيرات مسمعنا غيكون تصعيد ربما. لحقاش حنا دائما في 2013 كنا كنقولوا لهم بان زناته راها قنبله موقوته تقد تنفجر في اي وقت، وراه غتنفجر دابا راه عده خادو بعدا اسمهم اصحاب دور الصفيح، راه خادو تقريبا واحد شهرين ونص هما كيديروا وقفات امام مقر العماله. وها هما الملكه حنا بدينا دابا، وحنا راه ما غاديش نهيو هذه الوقفات الا بحوار جاد وببروتوكول او محضر اجتماع وفي اقرب وقت. إذن نختموا برسالة من رئيس الجمعية للجهات المسؤولة بالمحمدية والجهات المسؤولة بالرباط أيضا. وكنتمنوا من هاد المسؤولين يوقفوا مع هاد القبيله ديال زناته، راه مشى لنا الهوايه ديالنا، مشى لنا التقاليد، الهويه، مشى لنا يعني بقينا غادي نفجروا صافي. كاين اللي ما كاين. انتم اهل المنطقه. احنا اهل سكان المنطقه ابن عن جد، ما يقرب 150 ولا 200 سنه. وراه ماشي معقول باش بين عشيه وضحى يقول لك تحول خدتك التعويض وتحول سير قلب على راسك. الشكل ديال شرح لنا النقطة ديال التعويض. يعني التعويض ضئيل اخويا. خليك معنا غادي نشرح لنا النقطة ديال التعويض. التعويض ضئيل. باش نوضحوا للمشاهدين. كاين اللي عاطينو 6000، كاين اللي غالي في الثمن 10000 ريال المترو. وكاين اللي جوج قطارات ثلاثة فيهم 200 وريت. شحال غتجي لهذا الملاك؟ احنا المرجو منهم يصوبوا لنا البقاع وهذيك الساعه ياخذوا هذه الارض ياخذوها يديروا في اللي بغاو. هذا هو اللي كنقول لك. كلشي شفنا. شكرا شكرا. فهمت. من بعد شرح لي المراسلات واخا؟ واحد غير ها؟ لا جانا توصلنا بواحد واخا شرح لي الاضافه اللي عندك. واحد الاضافه كتوصلنا بواحد استدعاء من عند اطراف واحد الملاكين. كاين الحكم بطرد المدعي عليه من القطعه الارضيه، كاين واحد مجموعه الناس غيتحكم عليهم هذا الاسبوع بالطرد وغيتشردوا مجموعه من الملاك، علاش كنطلبوا البديل ديال هذه البقعه بشكل عاجل؟ على هذا القبل. قدام الكاميرا. اذا علاش؟ دابا غيتم طرد عدد من الملاك بالافراغ. اذا تحيه
للعالم الوطني اولا ونكملوا معاك. انا من بعد تحيه النشيد الوطني غادي نكملوا معك. السلام عليكم. غنبداو الكلام ديالنا لان توصلنا اليوم بواحد استدعاء من طرف المحكمه ديال مجموعه من الملاك اللي غادي يتم الافراغ ديالهم في التاريخ بالضبط اللي ما عارفوش قدامي هنايا 11 القطار رقم القطعه 59. 11 القطار كتعيش فيها 95 ملاك. لهذا كنطلبوا تعجيل بالبقعه لهذا المشكل هذا باش الناس ما يتشردوش. هذا طمن التعجيل ديالنا. بإضافه اخرى لان اليوم قمنا كجمعيات، حنا كجمعيتين كنقوموا بالمواكبه. اللي هما جمعيه الملاكين الزناتيه وجمعيه الملاكين الزناتيين. اللي هما منظمين الوقفه اليوم هما جمعيتين. لا وحنا كنا اليوم اول ما رحبنا بالمشروع كما قلنا المشروع التنموي رحبنا به برحب لان هذا المشروع التنموي كما سبق الدير كينفع لنا كيرجع مشروع تنموي كبير من هذا من المدن الجديده الايكولوجيه اللي غتعرفها اللي غيعرفها البلاد لهذا كنطلبوا كما قلت كنا قمنا بعده اجتماعات متتاليه مع ماراثونيه ولكن كان دائما الحوار مفتوح مع الناس ما نساوش الخير ديالهم كان مفتوح ولكن هناك بدا واحد التعطل وبدا واحد التعطر او بدا واحد التعطل بدا واحد التعطل لهذا قمنا بواحد الاجتماع مؤخرا مع رؤساء المصالح ومصلحه رئيس وبالاخر شركتيا مع شركتيا زناته مع شخص نائب ديالها لا اذكر الاسم ديالو ولكن هذا كان الباب ديالو مفتوح دائما وتعهد لنا في المجلس مقر العماله مع قدام اللي كان رئيس الجلسه انذاك هو عامي صاحب الجلاله وتعهد لنا هذا السيد بخلق تجزئه سكنيه في تراب بلديه عين حريده ولذلك رد الاعتبار لهذا الملاك. لهذا اليوم مازلنا ننتظر ولكن اليوم ننتظر هذه التجزئه بفارغ الصبر. لهذا كنطلبوا من هذا المنبر الجهات المسؤوله عن هذا المشروع بما فيهم مجلس البلدي ولا عماله المحمديه ولا املاك الدوله اللي هي اللي كتصرع النزع ولا لاشاز اللي هي صاحب المشروع باش يكون واحد التكتيف ويتنسقوا ما بين واحد التنسيق بما في الكفايه باش يخرج هذا المشروع حيز الوجود لهاد الاولاد ولهاد الملاك اللي ضحاوا بهذا الارض من نجاح هذا المشروع. إذن غادي تشرح لنا الصورة هنا اللي كنشوفوا هنايا الآن، يعني شيوخ وأطفال ورجال ونساء كيحتجوا، إذن في نظركم أشنو اللي كيخلي المسؤولين ما يحلوش هذا المشكل في أقرب وقت؟ هذا ما كنظنش لأن هاد الناس وهاد الوقفات وهاد الشيء وهاد الأمهات وهاد الأرامل وهاد الأيتام وهاد الأطفال الصغار ولا كبار ما كيوقفوش ضد المشروع لأنهم عاد التنمية ديال البلاد ولكن خاص أذان ساغية لهاد البلاد خاصهم المفروض هاد الأطفال هادو اليوم لحد إن شاء الله خاصهم يمشيو يرتاحوا يحافظوا كيجيو كيحتجوا يعني يحتجوا لأن مصيرهم بين لان خاصهم يسكنوا خاصهم ادماج في هذه المدينه خاصهم التنميه ما يقوموش ضد التنميه ومع التنميه لهذا خاص كل شيء واقف على هذا السكن لان خاص السكن وسكن يكون لائق سكن بمفهوم صحي بيئي سليم ويحترم الظروف اللي هي سليمه اللي كما قلت شكرا على الكلمه.